السلام عليكم البنات، اليوم راح نعطيكم صوص كراميل اللي نخدم بها انا توجور، ما فيهاش لي زانغريديون بزاف، ناجحه 100%. نخدم بها لا كريم، نخدم بها لي تارتيلات، ندير بها لي سابلي، نخدم بها لي كيك. واش فيها؟ فيها كاس سكر نفس الكي توجور تبعوا به الحليب، فيها كاس سكر كما راكم تشوفوا، فيها كاس حليب، فيها زوج مغارف زبده 50 غرام باسكو الكاس اللي خدمت به شويه كبير، وفيها نص مغرفه ملح. دوك نجوزو لا كويزينيير باش نخدموها مع بعض. بون البنات، عاودت وليت ليكم. حطيت مقله ثقيله كما راكم تشوفوا فيها فوق النار، نستناها تسخن. كي تسخن بيان نحطوا فيها الكاس اللي قلت لكم عليه اللي كينا به هدايا تاع السكر، نحطوها وما ندناوش ليه كامل، نخلوه يدوب حتى يتكراميليزا مي ما يوليش معون بزاف. بون دوك انا نخلي كما راكم تشوفوا هكا فوق النار حتى يبدا يدوب بالعقل، ما نخلطوه ما نديرولو حتى مغرفه هنايا ولا، نخلوه يدوب في خاطرو برك اشاك فوا كيما نقولوا نحركوا المقله شويه. دوك ان شاء الله بالعقل يدوب مع بعض ونكملوا لي زيتاب. البنات عاودت وليت ليكم، هكا يبدا يدوب كيما راكم تشوفوا هنايا، دوك هاو بدا يدوب بالملح تحت ومن بعد يزيد يدوب هذا الفوقاني. احنا هنا واش نديرو؟ ما نخلطوش بالمغرف ولا بالفوي ولا لامبورت كال حاجه، ما نخلطوش بها، نخلو السكر هنا يدوب وحده. علاش؟ باش كي يتكاراميليزا ما يعاودش كي نديرو له الحليب ولا يعاود كيما نقولوا يشد. نخلطوه بهذه الطريقه، ديروا كيما راكم تشوفوا هكا المقله، زعزعوها شويه حتى يدوب السكر تماما. بون البنات بعد ما دابلي السكر كيما راكم تشوفوا هنا واش ندير؟ ندير زوج 50 غرام تاع المارغارين، نديروها هنايا، نديروها مع المغرفه، نص مغرفه، نص مغرفه كيما راكم تشوفوا تاع الملح. علاش؟ احنا الملح يعدل القوام تاع الحلاوه، وزيد اون بلوس يمد كو بزاف شباب لل الصوص كراميل. بون هنا ندوبوا هاد المارغارين هنا مع السكر حتى تذوب كامل. من بعد نبداو نضيفو الحليب يكون تياد بحرارة الغرفة، يسمى باش هنا يمدلنا نتيجة بزاف مليحة. بون نخلطو هنا الزبدة هذه مع السكر ونبداو نضيفو في الحليب تدريجيا حتى نحصلو على القوام اللي راه نكونو حابينه، ويذوب السكر تاني بيان. نخلطوها شوية بالفوي بوندون دو واحد الزوج دقايق باش يندمج مليح الخليط مع بعضه، ونتحصلوا على صوص كراميل بزاف هايله. ما نديروا لها مايزينا، ما نديروا لها ما والو، بالحليب يمد لها كو بزاف هايل. بون هنا دابت الزبده كيما راكم تشوفوا. دوك هنا واش ندير؟ هنا نبدا نزيد في الحليب كيما قلت لكم، الكاس اللي نفسه اللي كيلت به السكر. هنا كيما يقولوا خذوا حذركم كي تكونوا تخدموا، باسكو السكر شويه واعر كيكون سخون بزاف. بسم الله. نضيفو السكر هكا بالعقل بالعقل حتى نكملو الكاس اللي كينا به، اللي كينا به السكر نفسه اللي كيلو به الحليب. دوك انا نكمل هكا حتى نكمل الكمية اللي درتها ونعاود نولي ليكم. بون البنات عاود رجعت ليكم بعد ما كملت الكمية تاع الحليب كامل. دوك نستمر هكا في التحريك حتى يدوب السكر كامل اللي كيزدنا الحليب، عاود تحكم شوية. بون نخلوها هكا حتى نخلوها يغلي حتى يدوب السكر كامل، نتحصلو على القوام اللي رانا حابينه. من بعد نعاود نرجع لكم باش نكملوا المرحله الاخيره. بون بنات عاود رجعت لكم بعد ما داب السكر كامل كما راكم تشوفوا هكا، ترفدوا ما تلقاو حتى كتله تاع السكر، يسمى اللي تكون متكتله هنا معاها. واش نديروا هنا؟ هنا نحوها من النار، نحكموا الفوي هذا ونخلطوها حتى الخلاط هذا اليدوي الفوي نورمال نعرفوها كامل، نخلطوها حتى تندمج بيان، نخلوها تبرد وتشوفوها في صحن التقديم. دوكا كي نكون نخلط فيها بهذا نحيها من النار، تشوفوني ثاني في هاد ليطاب يسمى باش تشوفوا كامل لي زيتاب. بون البنات بعد ما نحيتها على النار كما راكم تشوفوا فيها، نخلطها بالفوي كيما راكم تشوفوا هكا بوندون دو مينوت 3 مينوت حتى يندمج لي الخليط كامل مع بعض، يسمى زبده والسكر. هاد المرحله لازم نديروها تحصلوا على صوص كراميل بزاف شابه. وهاد لا روسيت فاش مليحه، فيها الكو تاع الكابريس، فيها بنه ولا اروع. النص مغرفه هذيك تاع ملح عدلت السكر، جات بنه ما شاء الله. نتمنى تجربوها، ولازم تطيبوها في حاجه ثقيله باش تعطيكم القوام اللي راكم حابينه والنتيجه تفرحكم بزاف. طيبوها في النار، نطيبوها على نار متوسطه. علاش؟ باش يذوب السكر على قانيه، يمد لكم هذيك النتيجه الشابه، ما يتنحرقش السكر، يمد لكم الكو تاع الكراميل، الكو تاع الكابريس. ما عندكمش مقله ثقيله تنجموا تخدموا في حاجه خفيفه، مي تولهوا يسمى النار تكون قليله بزاف
واشاك فوا تحركوا الكسرونه ولا المقله ديالكم. بون دوك انا نخلطها كيما قلت لكم هكا بوندون 2 مينوت 3 مينوت ماكسيموم، وان شاء الله نتلاقاو كي تبرد تشوفوها في صحن التقديم. على بالي النتيجه راح تفرحكم بزاف، وهذه الوصفه على بالي راح تعودوا تحبوها كيما نحبها انا. نتمنى تجربوا وصفاتي، وان شاء الله ديروا لي جيم تبارطاجيو لا فيديو مع الاحباب والاصدقاء، ومرحبا بكم يا رب العالمين. ابونيو عندي البنات، دوكم ان شاء الله نتلاقاو في صحن التقديم. بون البنات هاني عاودت وليت لكم بعد ما طابت، درتها لكم في صحن التقديم كما راكم تشوفوا. جات ما شاء الله فيها ريحه هايله، الكو تاع الكابريس، باسكو علاش ما حرقتش السكر، طيبته في حاجه ثقيله على نار قليله كما شفتوني. شفتوا كامل لي زيتاب انا هادي قلت لكم باللي نزين بها لا كريم، نزين بها لي تارتلات، نزين بها لي سابلي، نزين بها لي كيك. خدمتها لكم هي الاولى باسكو راح نحتاجوها بزاف في القناه. ان شاء الله نتمنى تجربوها. تابوني وعندي ديروا لي جيم بارطاجيو لا فيديو مع الاحباب والاصدقاء. نقول لكم مرحبا بكم في لاشين ديالي، وسلام سلام.